جميل. محمد أبو الجاني يسلم عليك أبو عبد الرحمن ويسلم على أبو خالد ويقول زميلنا الإعلامي الرياضي يقول كيف يرى سويلم صفقة شوكت، وهل اكتمل النصر عناصريا بهذه الصفقات وسد ثغراته أم ما زال يحتاج لبعض اللاعبين؟ طالما هناك اختيار لهذا اللاعب عن طريق المسؤول الفني الأول في الفريق هو السيد ماتورانا، فنعتقد أنه سيكون خيار جيد، لأنه من يتحمل مسؤوليه هو الجهاز الفني، ومن يحدد ومن احتياج الفريق من ناحية القيمة الفنية نعتقد أنه مدرب هو المسؤول الأول والأخير عن هذا الجانب. وأتمنى ألا يأتي نهاية الموسم بعد لا قدر الله فشل هذا اللاعب ويقول المدرب أن لم يكن لي رأي في هذا الجانب، أتمنى أن يتحمل المدرب المسؤولية الكاملة من خلال تعاقده مع هذا اللاعب بشكل محدد، وأن كنت أتمنى إيجاد ظهير أيمن مساعد الخالد أو محور ارتكاز، وأن كنت يعني أرى من وجهة نظري الشخصية التركيز على هذا الجانب ظهير أيمن. يوسف خميس لاعب شاب، لا يوسف يلعب في الجهة اليسرى، لكن في الطرف الأيمن لا يوجد في النصر إلا لاعب واحد، نعم، وهو اللاعب خالد الغامدي، ونعتقد وجود بديل خالد من اللاعبين المميزين جدا انضباطيا وخلقيا، وأيضا في تطور جدا مستمر من خلال القيمة الفنية الموجودة عند اللاعب، العمل جيد، لكن أتمنى أن تدعم هذه الأمور من خلال عدم إعطاء الجمهور ويعني وضعه في صورة قد يرى البعض قبل بداية الموسم أن النصر حقق جميع البطولات. أنا أتمنى أن يكون الواقع مهم ومميز من خلال الخطاب الإعلامي النصراوي ليتوافق مع الحلول الموجودة الحالية، لأنه أنت لا تعلم الغيب ولا تدعيه من خلال المرحلة القادمة، قد يتوفق الفريق صحيح، وقد يتوفقون اللاعبين وقد لا، إنما العمل يجب أن نشكرهم عليه وأن ندعمهم وأن نساندهم وأن نصبر على بإذن الله تعالى إنتاج هذه الحلول الإيجابية اللي أنا أرى من وجهة نظري أنه في المرحلة الحالية كانت جدا مميزة ومميزة جدا. نعم، بالمناسبة علي محمد أبو دجين يعني يقدم عمل مميز ما شاء الله في صحيفة الرياضي، جهد عالي، لياقة عالية، من الأسماء اللي قدمتها صحيفة الرياضي بتواجد الشاب محمد البكيري.